بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. فكرة اليوم لها علاقة بسن التقاعد، أو بشكل عام لها علاقة بالتوقف عن العمل بعد سنين طويلة من الخدمة واللجوء إلى التقاعد، وهذا ما يحصل عادة بعد عمر 60، 62، 64 في بعض البلدان. وعندما يتقاعد الإنسان بيترك وراه مجموعة من الأفكار والخبرات والمهارات بشكل مفاجئ، وكأنه عم بيرميها بالبحر دون أي قيمة أو منفعة له أو للآخرين. طبعا هناك عوامل وظروف صحية ونفسية متعددة للإنسان ليتقاعد، ولكن بصراحة العديد من الموظفين بيتقاعدوا بسن مبكرة هربا من ظروف العمل أو الدوام القاسي، وأيضا هربا من أوامر المدير وضغوطات المدير الكبيرة. غير أن ما يحصل حاليا في تطور كبير عم بيحصل في مجال العمل، وهو العمل عن بعد، يجعل من هذه المسألة جديرة بالنقاش مجددا. فهل على سبيل المثال أجدر بنا أن لا نسمح لتلك الخبرات والمهارات أن تذهب سدى، ونترك المجال لكل المتقاعدين أن يعملوا عن بعد لخير المجتمع والتطور؟ أنا أعتقد أن العالم الافتراضي والرقمي وفرصة العمل عن بعد يجب أن تستغل بشكل إيجابي لإطالة موعد التقاعد، أو صراحة إلغاء التقاعد من الوجود، لأن الإنسان في هذا العصر يستطيع أن يعمل عن بعد دائما وأبدا كلما سنحت له الظروف الصحية والعقلية والجسدية. معقول؟ ربما انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.